معايا بقى للصوص. بصوا بقى معايا كوبايه كركديه، والكركديه تنقوه ناشف طبعا وتنقوه غامق، كل ما كان غامق كل ما كان احسن الكركديه. اوكي، ومعايا خل عنب ابيض، معايا سكر بني، ومعايا عصير عنب احمر، ومعايا مرقه فراخ، ومعايا بعد كده بقى الحاجات العطريه كشويه كرفس، وما يهمنيش بقى الكرفس يكون عيدان، ممكن ورق الكرفس يشتغل لان كل ده هيصفي، وكرات وزعتر وروزمير، وبعدين معاهم بقى بيتحط معاهم جزر، ويعني كل ما كان اصغر كل ما كان احسن، وبصل أورمة، وفي الاخر بنقدمها معاها شويه بطاطس مسلوقه تتلف لفه كده ايه في الزبده. تعالوا بقى اول حاجه نعمل ايه، نعمل كده ونحط السكر والخل. نقلب الكلام ده لغاية ايه ما السكر يسيح ويكرمل سنونة. هنلاحظ بقى واحنا بنقلب كده انه قعر الحلة بيبان، مش عايز اكتر من كده، مش عايزه يعني كراميل كراميل. احط بقى عليه المرقة واحط عصير العنب الاحمر والكركديه، سيب الكلام ده مع بعضه يغلي. والكركديه ايه ينزل كل الطعم بتاعه ولونه يفتح، فأسيبه بقى كده شويتين ثلاثة. طيب نعمل ايه بقى في هذه الأثناء؟ ناخد الفراخ ونعفرها بالدقيق هكذا، نحط بقى معاهم الفلفل الرومي والايه كل الحاجات العطريه اللطيفه دي، كرفس والكرات والزعتر والروزمير على بعضه كده، ونقلب الكلام الحلو ده مع بعضه كده اهو، ونسيب الدنيا دي ايه تخرط تماما وكل الحاجات دي تستوي. فيقول على راحته بقى، احنا عاملين نصها منه anyway. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد شويه زبده اهي جميله جدا جدا، ومعاها شويه زيت زيتون مش كتير قوي يعني، لايت معلقتين مثلا، جزر، قنديل بقى صوص، ونكرمل الكلام ده شويتين مع بعضها. اوكي عندنا كده حاجه لطيفه قوي، ده كلام جميل. يلا تعالوا بقى ايه نشيل الكلام ده مؤقتا كده 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 اهو كده اهو كده اهو، وهنا اخبارك ايه؟ اخبارك تمام جدا، اخبارك احلى حاجه. يلا نشيل بقى ده في النسخه، ونصفي اللي عملناه. وريني وهغطي الكلام ده، نعمل كده برضو.
في الثلث التحتاني كده اهو، واقوم حاطط البطاطس لففها لفه ونقدمها معاها. هي مسلوقه بقشرها تنطفكس قوي، وبعدين لفها لفه كده ايه في الزبده، مش كتير يعني، ولا بحمر ولا بعمل. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.